فإن الخطر عظيم اليوم. لما جاءت هذه القنوات وجاءت هذه الفضائيات اشتد الخطر. في الأول ما كان من في هذه القرية يعلمون بما يقع للقرية الأخرى ولو كانت قريبة منهم، أما اليوم فالعالم صار كله بمثابة قرية واحدة. صحيح. ويصل الخبر والدعاية والفكر بأسرع وقت، وهذا من الابتلاء والامتحان. ولكن الحمد لله عندنا الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يريد بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس هناك نجاة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.